بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي المحاضرة بتاعة المالتيبل بايب سيستمز. زي ما انت شايفين اهو، المالتيبل بايب سيستمز هي عبارة عن يا اما تكون البايبس ان سيريز زي ما انت شايفين، بيبقى ليها تو كاركترستيك ايكويشنز. اول حاجة ان الفلو ريت اللي ماشي فيهم كلهم هو واحد، نفس الفلو ريت اللي بادي من A ويوصل لحد B، as long as مفيش اي ليكج او اي اديشن لفلويد اثناء المسار من مصدر خارجي. تمام، دي اول ايكويشن. الايكويشن دي اذر وان ان التوتال لوسز اللي بتحصل للفلويد من A to B هي اللوسز اللي بتحصل في اول بايب بديامتر D1 بلس اللوسز اللي بتحصل في ثاني بايب بديامتر D2 بلس اللوسز اللي بتحصل في ثالث بايب اللي هي بديامتر D3. خلاص، بالنسبه للتايبس اوف بروبلمز عندنا تو تايبس اوف بروبلمز. اول تايب هو ان انت if you are given الفلو ريت اللي ماشي والديامتر بتاعت مثلا 3 بايبس ان سيريز واللينكس والفريكشن فاكتورز وكان ريكوايرد ال HL او التوتال لوسز. التوتال لوسز as we said في البايبس ان سيريز هتبقى sum of their losses، فهتبقى نجيب HL1 و HL2 و HL3 زي ما انت شايفين كده by what من اول using الفلو ريت ونقسمه على الكروس سكشنال اريا اوف بايب 1 جبنا الفيلوسيتي في بايب 1، ذا سيم فور بايب 2 فيلوسيتي ان بايب 2 وفيلوسيتي ان بايب 3. once you know the velocities in each pipe you can apply Darcy's formula اهي 4 FL F1 L1 V1 squared على 2 GD1، بتجيب اللوسز اللي في بايب 1 بديامتر D1، ذا سيم فور اللوسز اللي في بايب 2 وذا لوسز ان بايب 3. when you sum them up you will get a total head losses اللي هي required. the second type يبقى you are given بقى total losses والdiameters واللengths بتاعت pipes والfriction factors. طيب ايه بقى المطلوب هنا؟ in this case you are asked to find out Q. هنعمل ايه في الحالة دي؟ you know ان total losses بتساوي ايه؟ بتساوي HL1 plus HL2 plus HL3. اسفة لحظة واحدة كده. اهي وبلس ال HL2 اللي هي هتبقى زي دي، هتبقى 4 F2 L2 V2 squared over 2 GD2 بلس HL3. تمام؟ طيب كلهم كل واحدة هتبقى فيهم function في ايه؟ هنا هتبقى فيها V 2 squared وهنا فيها V3 squared، واحنا we know that there is a relation between V1 و V2 V3 من الايه؟ من الكونتينيوتي اللي هي ان A1 V1 بتساوي A2 V2 بتساوي A3 V3. I'm sorry. ف you can plug in مكان ال V2 هنا in terms of V1، هتقول ان V2 بتساوي A1 على A2 times V1، ونفس الحكاية V3 بتساوي A1 over A3 على في V1. تمام؟ وتحطهم هنا فبقت المعادلة كلها function في one unknown اللي هو V1، فيو جيت V1 ومنها تجيب الـ total flow rate. Let's take an example. Let me share the screen with you مع الـ page. اهي لحظة واحدة. اهي example 1. اهي example 1 بيقول عندنا two tanks الفلو ماشي من A to B وخلال ثلاثة بايبس. أول بايب الطول بتاعها 300 meters وديامتر 30 سنتيمترز، تاني بايب اللي هي الريد 1 150 متر 150 meters والديامتر is 20 سنتيمترز، the third pipe is 250 meters والديامتر 25 سنتيمترز. The difference in elevation between A and B the horizontal level يعني is 10 meters. المطلوب هو الـ Q. طيب زي ما قلنا قبل كده اول حاجه هنعملها we are going to write down، هنا هتكتب اول خطوه، انا اسفه اهي خلينا نبتدي مثلا بال خلاص. اول خطوه هنكتب برنولي equation اللي هي بتقول ايه؟ ان P A على جاما applying برنولي between A and B plus V A squared over 2 G plus Z A plus head of pump which is not existing in this case بيساوي P B over جاما
plus VB squared over 2G plus ZB plus sigma HL. بالمناسبة هيبقى مفيش we are not going to consider minor losses في الـ pipe systems, في الـ multiple pipe systems. We are going to consider the major losses اللي هي الـ friction losses. تمام؟ طب الحاجة التانية you have to know that إن PA equals PB equals atmospheric pressure, يعني هما الاثنين will cancel each other. خلاص VA equals VB اللي هو ال velocity بتاعت ال liquid surface و almost is equal to zero in a very large cross sectional area with respect to the cross sectional area of the pipes. عشان كده بتبقى تقريبا السرعة zero. تمام من continuity يعني. الحاجة التانية الأخيرة اللي هي إن الهيد أوف ذا بامب إز إيكوال تو زيرو بيكوز ذير إز نو إيه بامب. تمام؟ طيب يبقى من كده لما نحط الحاجات دي يعني دي هتبقى خليني هنا ديتني بقى هنقول يبقى بي إيه هتروح مع بي إيه بي بي و في إيه سكويرد إيكوال زيرو و في بي سكويرد إيكوال زيرو ومفيش بامب. يبقى it ends up ان ايه ان عندنا ZA minus ZB equals sigma HL. يعني ZA minus ZB as you can see اهي يبقى 10 equals HL1 plus HL2 plus HL3. تمام؟ طيب تعالوا نكتبها تاني in terms of Darcy's formula. يبقى هنقول ان 10 equals F1 Moody friction factor L1 V1 squared على 2 GD1 plus F2 dash L2 V2 squared على 2 GD2 plus F3 dash اللي هي Moody friction factor L3 V3 squared over 2g d3. تمام؟ دي خلينا نسميها equation 1. المعادلة دي هتشيل عندنا فيها 3 unknowns اللي هم v1 و v2 و v3. فعشان اخليهم 1 unknown I will replace v2 هتكون بتساوي a1 v1 على a2 او in other words d1 squared على d2 squared في v1 أو d1 على d2 all squared في v1. خلاص نفس الحكاية بالنسبة لv3 هتساوي d1 على d3 all squared في v1. Once you replace خلينا نسمي دي equation 2 ودي equation 3. If you substitute 2 and 3 in 1 هيطلع لنا ايه get v1. خلاص عرفت v1 يبقى ايه منها تقدر تجيب ال q هتساوي a1 v1. دي حاجة. طيب what if you have ممكن يكون عندك ان ايه f1 و f2 و f3 are not given اللي هي المودي فريكشن فاكتور. المودي فريكشن فاكتور لو مش موجودين فهنعمل ايه بقى؟ يبقى this is step 4 بس خلينا use another color. if f1 dash و f2 dash و f3 dash are not given يبقى في الحالة دي هنعمل ايه؟ هنحتاج to ايه to follow these steps 4 1 assume values of f dash 1 و f dash 2 و f dash 3. تمام؟ ازاي؟ احنا عارفين ان احنا knowing epsilon على d1 لان هو قايل ان هي cast iron pipe لان عندنا cast iron pipe دي لما نجيبها من الجدول هيطلع الإبسلون بتاعتها بتساوي 0.25 مليمتر. خلاص فأقدر أجيب إبسلون على D1 وإبسلون على D2 وإبسلون على D3.
ازاي بقى؟ هنروح عند مودي دياجرام. انتوا عارفين مودي دياجرام بيبقى عندنا كده كيرف، كل كيرف من دول بيمثل ابسلون على دي، فاليو الابسلون على دي، خلاص. وهنا كده في الرينولدز، وهنا في الفريكشن فاكتور اف داش. فانت فور ايتش ابسلون على دي، مثلا لو فرضنا ان دي ابسلون على دي 1 مثلا كده، فدي الرينج بتاع اف هيبقى فين؟ وذين الاند بتاع الكيرف بتاعها والستارت، من اول هنا لهنا. فاسيوم اني فاليو اوف اف 1 داش وذين ذس رينج، يعني نفترض ان دي كانت ابسلون على دي 1، نفترض ان ده كان ابسلون على دي 2 مثلا، لو كان ده كده ابسلون على دي 2، يبقى هاخد فاليو، وهتاخدوا الكلام ده ان ديتيلز في الايه، في التيوتوريال بتاعت اول ليكتشر، خلاص. يبقى هاخد في الرينج ده هاخد فاليو الاف داش 2، فحفرت فاليوز بقى، يبقى هتقول اسيوم فاليوز وذين كل واحده وذين الرينج بتاع الابسلون على دي بتاعها، اللي هو الكيرف ده بدايته ونهايته ليه فاليوز، خلاص. فهيبقى عندك وانس يو اسيوم ذم يبقى بقى موجودين، هتعمل نفس ذن 4 2 فولو the same، بقى عندك values دلوقتي لل f1 dash و f2 dash و f3 dash follow the same steps in الخطوة اللي قبل كده على طول، و get v1 و v2 و v3، خلاص. once you got them هتجيب من v1 هتجيب رينولد 1، ومن v2 هتجيب رينولد 2، ومن v3 هتجيب رينولد 3، ومع epsilon plus ابسلون على دي 1 ودي معروفه، وابسلون على دي 2 ودي معروفه، وبلس ابسلون على دي 3 ودي معروفه، تقدر تجيب ايه بقى؟ اسفه، اهي هقدر اجيب منها، لحظه، هقدر اجيب من هنا اف 1 داش كالكوليتد، ومن هنا هجيب F2 داش calculated، ومن هنا هجيب F3 داش calculated، وأقارنهم ب compare with F1 داش assumed أول مرة، و F2 داش assumed تاني مرة، أنا آسفة، و F3 داش assumed، خلاص. خلاص كده. طيب لو طلعوا هم لو كانوا هم نفس الفاليوز اللي انت الكالكوليتد دي هي نفس اللي انت اسيومت، خلاص يبقى الفيلوسيتيز اللي اتحسبت اوكي صح، والفلوريت اللي انت حسبته صح. لو ما كانش هاخد الفاليوز دي، I will take these values and repeat step اللي هي 3 again، ان انا هحطهم دول، هحط الكالكوليتد دول في step 3 اللي هي زي ما انتوا شايفين كده فوق اهي، ستيب 3، انا اسفه، اهي ستيب 3 كانت ان انا اللي هي بعوض الاف داش اهي، اهي ستيب 2، انا اسفه، دي ستيب، على فكره في غلطه، دي ستيب 2، دي ستيب، دي ستيب، ثري، و اهي يبقى دي ثري ون، يبقى دي ثري ون و ثري تو، خلاص. و repeat step 3 تاني زي ما احنا قلنا، خلاص. ادي كده ايه ال problem اللي احنا اتكلمنا، this is our problem first problem، خلاص. يبقى عرفنا ازاي لو كانت f1 dash f2 dash f3 dash are not given، لو كانوا given مفيش مشكلة، you are going to replace v2 v3 in terms of v1 وحل ال problem، خلاص. Let's share the screen تاني مع ال let's new share مع ال PowerPoint، اهي
now these are the steps of solving it بال trial and error as we said before. خلاص طيب التاني تايب من ال multiple pipe systems هي ال pipes in parallel لما بيكون الفلو ماشي من A to B و as you can see here بيعدي على ثلاثة pipes مختلفين في الدايمتر وممكن يكونوا مختلفين في اللينث. ايه هي characteristic equation في ال pipes in parallel؟ ان الفلو ريت اللي جاي من A بيتوزع على ثلاثة pipes فبيساوي Q1 plus Q2 plus Q3. خلي بالك ان سيريز ما كانش كده، كان الفلو ريت هو اللي ماشي في كل pipes. تمام. تاني حاجة اللوسز اللي بتحصل في كل بايب هي نفسها اللوسز في اي بايب تاني، يعني اللوسز ار ذا سيم. عارفين ده كده ايه انالوجس تو اللي انتوا خدتوها في الالكتريكال اللي هي الريزيستنسز، الريزيستنسز ان سيريز وريزيستنسز ان بارلل لو تفتكروا. كانت نفس الفكره، كان الكرنت في السيريز هو ذا سيم اللي هو هنا يقابل الفلو ريت في حاله السيريز، وكانت ال البوتنشال ديفرنس كانت ايه بتبقى از ايه از توتال بوتنشال ديفرنس هي ذا سام اوف ذير بوتنشال ديفرنسز. هنا في البارلل زي برضو الريزيستنسز ان بارلل. طيب ايه هي التايبس اوف بروبلمز؟ اول تايب يو ار جيفن الهيد لوس which is the same in all parallel pipes والديامترز واللينكس والفريكشن فاكتور. وعايز الفلو ريت بتعمل ايه؟ الفلو ريت بيساوي مجموع الفلو ريتس، فهنجيب ايه؟ احنا عندنا ال HL، HL بتساوي as you can see here، as you can see here HL بتساوي HL1 بتساوي 4F1L1 V1 squared على 2GD1، طبعا ما دام multiplied by 4 يبقى this is fanning friction factor. تمام؟ طيب عندي ال HL given فهي بتاعت 1 2 3 هم the same، هنحطها وهنحط ال friction factor وال length وال diameter واجيب V1. Once جبت V1 هضربها في cross section area جبت Q1. The same can be done for A for the second pipe with the third pipe. Sum up all the flow rates في كل pipe هتجيب ال total volumetric flow rate. طيب type 2 هيبقى العكس. You are given the total flow rate with diameters with length with friction factor and you are asked to find out HL. طب هنعمل ايه؟ هتشوف زي ما انت شايف. دلوقتي عندنا characteristic equation ان HL1 is equal to HL2 is equal to HL3. خلاص يبقى هحط الايكويشنز دارسيز وعندي كل حاجه بس عندي ثلاثه انونز v1 وv2 وv3. انا عارف ان دول ار ايكوال، يعني this group of parameters دول معروفين، ده معروف، ونفس الحكايه دي كلها حاجات معروفه يعني كانها constant و this is another constant. يبقى من these values I can get a relation between v1 وv2 وv1 وv3. يعني اقدر اقول ان مثلا let's say ان ده، خلينا نسمي ده مثلا الكونستنت ده c. خلاص وده سي مثلا وده دي وده اي. خلاص يبقى سي، يبقى you know that سي في في 1 squared equals دي في في 2 squared equals اي في في 3 squared. يبقى من هنا اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان في 2 بتساوي square root of سي كابيتال سي على دي في في 1. ادي جبت ايه v2 in terms of v1. نفس الحكايه ممكن اعملها في ايه في v3، هقول ان v3 equals square root of c over e وبره بره السكوير روت في ايه v1. يبقى جبت relation between v3 و v1 و v2 و v1. اقدر apply بقى هنا عندنا احطها هنا في الايكويشن الثانيه characteristic equation. هشيل q1 احطها a1 في v1 و q2 a2 في V2 بشيل V2 واحطها in terms of V1 اهي، ونفس الحكايه Q3 هشيل ال V3 واحطها in terms of V1. بقى عندي equation ما فيهاش غير V1، اجيب V1 خلاص. Once you got V1 تقدر ايه تحطها هنا وتجيب ال HL اللي هي ثابته في كل الاحوال. تمام. تعالوا كده ايه نشير ذا سكرين عشان this problem دي سهله قوي زي ما انتم شايفين كده. بيقول two pipes are connected in parallel between two reservoirs with length L1 و D1 و F1 و L2 و D2 و F2. Find the total flow rate if the difference in elevation is 3.5 meter. طبعا if we apply Bernoulli مرة في الحالة البارلل يا جماعة you have to apply Bernoulli مرتين، مرة from pipe from A to B through pipe 1 و 2 ومرة تانية from A to B through pipe
2، يعني مرة في بايب 1 ومرة بايب 2. خلاص طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو فهنقول اتش ال 1 في حالة الابلاين برنولي اول مرة بين سيرفيس A لسيرفيس B، يعني مثلا هنا لو ادي اهو التانك ده، ادي بوينت A وادي التانك التاني، ادي بوينت B وادي 2 بايبس، دي بايب 1 ودي بايب 2، فهقول ابلاين برنولي بين A and B ثرو بايب 1. خلاص هيطلع لنا، يطلع لنا كده ان بي اي وبي بي اتموسفيريك وفي اي وفي بي زيروز وزد اي ماينس زد بي اس 3.5 بيساوي الاتش ال اللي هي اف 1 داش ال 1 في 1 سكوير. فنقدر من هنا عندنا كل الحاجات دي، عندنا اف 1 وال 1 ودي 1 وطبعا والجي، فاقدر اجيب في 1 ومنها اجيب كيو 1. ابلاي برنولي اجين مره ثانيه خلال فروم اي تو بي ثرو بايب 2، فهتقول برضو بي اي على جاما بلس في اي سكوير على 2 جي بلس زد اي بلس اتش بامب اتش اس 0 بيساوي نفس الكلام الناحيه الثانيه بلس اتش ال 2 بقى اللوسز اللي هتحصل لو مشي الفلو في اتجاه في بايب 2، وهنجيب منها في 2 ونسم اب الفلو ريتس نجيب الايه توتال فلو ريت. تمام تعال نشوف بقى لو عندنا برانشنج. البرانشنج نوعين، يا اما يكون عندنا برانشنج من 1 تانك زي ما انتم شايفين from one tank to another tank through branching كده، يعني one pipe وفي المسار فيها في ايه بيحصل branching للpipes، بس انت moving from one tank to another. Another type of branching اللي هناخده بقى في part 2 of this lecture بيبقى branching from one tank to two other أو two or more tanks أو from two tanks to one tank and so on. خلاص لكن هنا أول type اللي هو from one tank to another. تعالوا نشوف كده، طبعا هيبقى الكاركترستيك هي ايه ان التوتال فلو ريت حسب هو جاي منين ورايح فين. التوتال فلو ريت لو جاي من 1 هيبقى كيو 1 بتساوي كيو 2 بلس كيو 3 في الحاله دي، وبرده اي ام جوينج تو ابلاي برنولي مرتين، مره فروم اي تو بي ثرو بايب 1 اند 2 ومره فروم اي تو بي ثرو بايب 1 اند 3. هنا برده هنشوفها بالتفصيل بقى في الايه في البارت 2 اوف ذا ليكتشر. طب تعالوا نشوف ليتس شير ذا سكرين مع ذس اكزامبل. Example. راح فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. Two tanks are connected by a pipeline 3 km long and 30 cm diameter. Find the discharge through the pipe. If the ده أول part. This is the first part. فلو عندنا هنا لحظة واحدة اهي link tools يبقى أول part اللي هي one pipe between two tanks، يعني كان حاجة زي كده اهو tank و tank وفي 1 pipe only، وادي B وادي A. الطول كان 3 كيلومترز والديامتر كان 30 سنتيمتر. تمام هنعمل ايه؟ هن apply برنولي، هنقول PA over gamma plus VA squared over 2G plus ZA plus H pump بيساوي PB over gamma plus VB squared over 2G plus ZB plus HL. طبعا احنا عارفين ان PA و PB are atmospheric فهي cancel each other. VA squared VA 0 VB 0 خلاص مفيش pump، يبقى هنقول ان ZA minus ZB هو قايل ال elevation قد ايه الفرق بينهم. I think هو قايل ال elevation هنا كان 12 متر، هي كان قايله بس given information بس انا مش مكتوبه هنا، يبقى هنا نقدر نحط كده twelve meters. خلاص يبقى هنقول ان 12 meters equals HL، يعني 12 meters equals F، هنا دي فانج دي يبقى given فانج، يبقى 4F
ال في سكويرد على 2 جي دي، اللي هي يعني 4 تايمز 0.0025. الطول عندنا 3 كيلومتر، هنخليها بالمتر يعني 3000 متر. في سكويرد هو عايز يحسب الفلوريت، يعني في هي اللي انون في سكويرد اسفل، على 2 تايمز 9.81 تايمز الدايمتر كان 30 سنتيمتر يعني 0.3. تمام، لحظة كده بس. من هنا هنقول get v ومنها get q، ده أول part. طيب what about part 2؟ part 2 بقى بيقول ايه؟ بيقول ان، لحظة واحدة كده اهي، بيقول if the last 1.5 kilometer of the pipe is replaced by two pipes 1.5 kilometer برضو with the same diameter 30 centimeter determine the increase in flow rate. طيب هنعمل ايه في الحالة دي؟ let's make a sketch كده سريع. ادي كده A و دي B، وادي البايب هنا جت في نص المسافة واتقسمت لتو بايبس خلاص. يبقى this is 1.5 كيلومتر و 30 سنتيمتر، وهنا دي نسميها ايه بايب 1، وبايب 2 برضو 1.5 كيلومتر، وهنا 1.5 كيلومتر و ذا سيم دايمتر 30 سنتيمتر و 30 سنتيمتر خلاص. خلينا نديهم الارقام، هنقول this is pipe 1 و this is pipe 2 و this is pipe 3. طب هنعمل ايه؟ هنقول اول حاجة، اول step طبعا زي ما احنا متعودين هت apply برنولي between A برنولي between A and B through pipe 1 and 2 pipe خلاص. يبقى PA over gamma plus VA squared over 2G plus ZA plus H pump بتساوي PB over gamma plus VB squared over 2G plus ZB plus HL 1، هنسميها HL 1 2 خلاص، لأن أنا ماشية ايه في pipe 1 2. طيب طبعا برضو PA و PB بزيروز والكلام ده كله، فهلغي ده وده و VA بزيرو و VB بزيرو ومفيش pump، يبقى ZA minus ZB اللي هو قايل إن هي 12 متر، يبقى هنقول ان 12 is equal to HL1 plus HL2. if we apply Bernoulli بقى between A و B through pipes 1 و 3 هيطلع لنا نفس الكلام، بس هتبقى 12 بتساوي HL1 plus HL3. if we subtract them هيبقى 0 بتساوي HL2 minus HL3، يعني هنوصل لإيه؟ ان HL2 بتساوي HL3، وده منطقي لان هما كانهم 2 pipes in parallel. ليه؟ لانهم بادين من نقطه واحده ومنتهين عند نفس عند نقطه واحده، ده كده معناها parallel خلاص. طيب HL2 اللي هي لما نحطهم جنب بعض هيطلع لنا ايه؟ هي نفس الفريكشن فاكتور، هي واحده F 4F ونفس الطول L2V2 squared على 2GD2 بتساوي 4F L3V3 squared over 2GD3. من هنا طبعا ال L2 وال L3 قد بعض 1.5 كيلومتر، والديامترز هي هي، وال 4F F زي ما هي، يبقى اقدر اوصل الى ان V2 بتساوي V3، يعني معنى كده ان Q2 بتساوي Q3. طب وبعدين ايه معنى الكلام ده؟ خلينا نسمي دي دي او دي equation 1 خلاص.
طيب احنا عارفين تاني برضو ان الحاجة التانية كاركترستيك في البرانشنج ان ايه، ان Q1 بتساوي Q2 plus Q3. خلينا نسمي دي equation 2. خلاص يبقى معنى كده ان ايه، ان لو Q1 بتساوي او Q2 بتساوي Q3 يبقى معنى كده ان Q1 بتساوي 2Q2 او A1V1 بتساوي 2 في A2V2. بس احنا we know ان A1 بتساوي A2 لان نفس الديامتر، يبقى ده هيؤدي الى ان ايه، ان V1 بتساوي 2V2. خلاص يبقى جبنا علاقة ما بين V1 و V2 اللي هي دي منها اللي هي نسميها equation 2 مثلا. تعال نحط لها ايه، دي مهمة جدا. هنروح عاملين ايه بقى دلوقتي، لحظة واحدة. أنا آسفة، أهو V1 بتساوي 2V2. طيب هنيجي نقول بقى عندنا إن المعادلة اللي كنا وصلنا لها اللي هي، خلينا نطلع فوق نديها سيمبل كده، اللي هي المعادلة دي عليها، نقول عليها ستار. يبقى لو نزلنا تحت وحطينا ايه، حطينا ان هنا ان قلنا وصلنا الى ان 12، انا اسف، اتناشر بتساوي قلنا HL1 اللي هي 4FL1V1 squared على 2GD1 plus، لحظة واحدة، أيوة 4FL2V2 squared على 2GD2. تمام، هشيل V2 دي واحط مكانها V1 على 2، او اشيل V1 واحطها in terms of V2. خلاص فهتبقى المعادلة كلها فيها كل ده معروف، L1 و D1 و G و 4F، ده معروفة. وهنا نفس الحكاية L2 و D2 و 4F، الكلام ده كله ده معروف. يبقى هتبقى المعادلة عبارة عن مثلا نقول C1 في V1 squared plus C2 اللي هو ده هنسميه C2، بدل V2 هحط ايه، V1 على 2 squared، الكلام ده كله بيساوي 12. C1 وC2 معروفين، يبقى اقدر اجيب get V1. once عرفت V1 يبقى get V2، ومن V1 اقدر اجيب Q1، واقدر اجيب من هنا Q2، وطبعا اقدر اجيب V2 اللي هي بتساوي كمان V3، واقدر اجيب Q3. خلاص once جبت Q1 يبقى هي دي Q1 الجديدة بتاعتي. هو عايز ايه، عايز ال increase in flow rate لما حطيت خلاص. يبقى هقول عندنا بقى ان الدلتا Q اللي طالبها بتساوي ال Q1 اللي انا حسبتها اللي هي دي minus ال Q اللي حسبتها from step 1 اللي هي الحالة الأولانية اللي كانت single pipe. خلاص وهو ده المطلوب. أرجو إنكم تكونوا فهمتوا الحل وطبقوه، حلوا وطلعوه بالأرقام. تمام يا جماعة، شكرا.